عباد الله، إن من أعظم المصائب ومن أكبر المحرمات قطيعة الرجل لأخيه أو أخته وتهاجرهما، بل قد يصل الأمر بينهما إلى النزاع والقضاء. فيا أيها القاطع لرحمه، كيف تقابل ربك؟ وما عذرك؟ وما جوابك؟ أما تعلم أنك على خطر عظيم؟ أما تعلم أنك في باب من أبواب غضب الله؟ بادر ببذل أسباب الصلاح والاجتماع، تنازل لأجل لم شعث أسرتك واجتماع إخوتك. أيها الأخ الكبير، كن كبيرا في دينك وعقلك، وأصلح أمرك مع إخوتك. أيها الأخ الصغير، احترم أخاك فهو بمنزلة أبيك، اجتهد في تقديره وتوقيره. أغلقوا أبواب شياطين الإنس والجن من الذين يدعونكم إلى القطيعة وفساد ذات البين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وكلما طال الهجر فالإثم أشد. فعن أبي خراش السلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وإذا اجتمعت أخوة الدين والنسب كانت القطيعة أعظم إثما وأشد جرما. فبادر أيها القاطع إلى التوبة، واجعل العفو شعارك في هذه الحياة، فهو عزتك ورفعتك عند الله وسبب لنيل رضاه. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم.